ما طلعت من الحدود انا جاي من صلاله كان الهدف حوف، يعني دائما يعني ابحث عنها، بما اني يعني رحال وزرت اوروبا. اوروبا انا اللي شفتها فيها اشياء ما شفتها باوروبا صراحه، يعني بس شنو يعني يبي لها لمسات، يبي لها شنو يعني نقول، يعني يبي لها مشروع صغير تطلع محميه. ما اعتقد انها مكلفه يعني تعديلها او، والزياره تصير فيها زياره يعني يمكن من كافه الدوله، ما اعتقد انها حق البلدان القريبه هذه او قصدي القرى القريبه، لا تصير عامه، يعني تصير معلم سياحي، شيء عجيب صراحه. احنا الحين قاعدين فيها يعني ما شاء الله، وجوها غير الجو اللي تحت طبعا. وكان هدفي اول شيء اني انزل فيها، انا عندي النظافه اهم شيء، يعني انت اترك المكان كما كان، هذا شيء يعني ما في لا حد يكلمنا فيه، يعني انت جلست الحين بالمكان هذا راح يجي ناس وراك راح تجلس، يعني من الضروري ويعني انك ترتبه بالحاله هذه، ان الناس في زيارات اخرى غيرك يا اخي، فلا تخلي الشيء يعني مو مرتب بعدك. وثاني شيء يعني محميه يعني تشوفها انت يعني قلبك يعني يعورك انك تكون تشوف مناظر مو زينه فيها او يعني انغاض او شيء، او يعني خلاص شيل اللي فيها وسلام عليكم.